شوحها ما تطلبهاش اكلنا ما تجوعناش يا حنفي ويا حبايبي والله حبيبي يا ريس والله العظيم معانا مع الحبايب النهارده شوحه ما تطلبهاش هنعمل حلقه جامده جدا اتكلموا انتوا بقى انتوا بتوع الكلام يا باشا ده احنا جنبك مش قاعد نتكلم كريم محسن يا جماعه قال لنا ايه بقى ان هو احسن واحد بيعمل لازانيا في مصر كوكب في الكوكب معروف في وعنده سكر. عنده لازانيا كريم بطريقتي يعني هي هتستغربوها بس لما تدوق هتفهم والله امشي اتبعوا الخطوات وجربوني وهتتبسطوا بس فيديو مختلف النهارده معانا كريم هيبقى فيه اغاني مختلفه مش الاغاني بتاع عارفين راجل رومانسي برضو اغاني لطيفه شويه غير الاغاني اللي احنا بنستخدمها حزين غير الاغاني اللي احنا بنستخدمها دايما والحاجات دي بس ان شاء الله احنا جعانين عموما نعمل حلقه حلوه هناكل اكل حلو واهم حاجه ايه تخشوا على ايه شانل بتاعت ايه شواحه ما تطلبهاش واحد سبسكرايب واحد دي سي فيرست على الفيسبوك دي سي فيرست على الفيسبوك يا جماعه وكريم محسن بقى انتوا عارفين البيج بتاعتي الحاجات برضو من هناك يعني هنا وهنا جارنا في الشانل اللي جنبنا على طول طبعا نبتدي نعمل اكل حلو ان شاء الله طيب انت قلت لي محتاجين نروح السوبر ماركت الاول نجيب الاشياء نروح السوبر ماركت النهارده احنا هنعمل لازانيا عشان نعمل لازانيا لازم يبقى عندنا طبعا لحمه مفرومه تمام دول نص كيلو حلو 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 وده زيت طبعا وزبده وصلصه اي نوع انتوا بقى ولازانيا بقى واللازانيا بقى نفسها اي نوع برضو انتوا بتفضلوه انا بحب النوع ده وعندنا بهارات البهارات عندنا عود قرفه اهي تمام ودي واحده ورق لورا ماشي وعندنا جوز الطيب ومعانا المبشره بتاعتها اهي وعندنا ملح وفلفل وبابريكا تمام انا يعني مثلا ايه هنحط مثلا انصاص من كل حاجه والملح واحده ماشي انت معاملهم ميكس انا حاططهم كده عشان ننجز ماشي. بس هما يعني ده انا عشان الناس تبقى عارفه اوكي ودول طبعا ايه مهمين دولت كل ده في اللحمه تمام يعني انت متوقع ان شاء الله السنه الجايه هتلاقي منيوهات في مطاعم مكتوب لازانيا كريم محسن اكيد تخيل والله في اللحمه في بص لازانيا في مدارس كتير في اللحمه في ناس تحط فيها جزر وبصل تمام يعني في وهي بتعمل في ناس تحط سبانخ على حسب انا بعملها من غير ولا حاجه بس بتطلع ليها سكه كده تمام وطبعا عندنا كريمه هنستخدمها في الوقت اللي احنا محتاجينه بدل البشاميل بدل عشان عايز اعملها شويه زي الايطالي مش عايزها تبقى اللي هي فريدريكو يعني في مكرونه بالبشاميل دي قالك فريدريكو اخوك فريدريكو من ايطاليا بالظبط وتوتي فرانشيسكو احنا دلوقتي بنسخن برده الفرن شويه عشان ننجز ايه معانا واحنا شغالين نخش على طول هنا مش هنبدا بايه هنبتدي بقى بايه هنبتدي باللحمه هنفتح البوتاجاز بعد اذنكم حلوه الحياه معاك شويه زيت شويه زيت كده لطاف هو دي احلى حاجه كريم محسن شكله على فكره صحي يعني بدات اقلق ازود لا يا باشا لا لا احنا ماشيين ببدا اخلي ايدك فرد حته زبده كده روشه والله ما تقلقش وسخ براحتك احنا هنساعدك في غسيل المواعين في الاخر اللازانيا هتسلقها ولا هتنفي ايه لا احنا جايبين البتاع دي عارف قالب الكيك او كده هي نفس شكل اللازانيا شيتسي يعني نفس البتاعه فاحنا بحط اللازانيا لو اتسلقت هتطرى وهتلف بالظبط حصل فهي لازم دي تبقى ميه سخنه يا دوب بحطها فيها بس كده ايه 3 4 دقايق تديني بس كده ايه ان هي يعني ما تبقاش بس ناشفه وفي ناس على فكره بتسوي اللازانيا على طول في الفرن بالصوصات اللي عليها كده بتسويها في الفرن عادي احنا دلوقتي حالا بقى هننزل عادي زي ما احنا لسه كده لسه ما استويتش اللحمه عادي عادي انت هتقلب كله مع بعض تمام ما تقلقش لا لا مش انا بتعلم منك والله لا خلي بالك ان ده لسه هيخش فرن هتدوق حاجه هتيجي بعد كده تنزل لي مخصوص والله انا متفائل وسمعت انك بتعمل كبده وسجق حلوين برضه انا بعمل اكلات كتير على فكره احنا هنحط البتاع ده كله البرطمان كله لا لا امان مين بيحب طعم الصلصه اصلا انا بحب طعم الصلصه يعني كلنا يا باشا بنحب
جايبين ايه؟ جوزة الطيب دي النوتميك جوزة الطيب. كده احنا اللحمه اتعملت تمام خلاص، والحاجات اللي حطيناها دي هتدي طعم حلو. بس نشيلها والنبي يعني؟ لا هنشيلها اكيد، مش هحطها في يعني، لا طبعا طبعا، وبالراحه عشان ما نفتفتش القرفه، علشان ما نلاقيش حته قرفه. لا 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 بص، جايب لك واحده كبيره عشان اعرف اصطادها. اه هنطفي بقى النار عادي خالص. بس هي لسه ما استوتش. لا استوت سوى خفيف، نص نص سوى. هتخش بقى تكمل فين؟ في الفرن. احنا بنوجه رساله لاي لعيب كوره، لاي فنان شايف نفسه بيعرف يعمل اكل ينده لنا على طول، يعني احنا جاهزين يعني. مدرس عربي، مدرس كيمياء، اي حد بيعرف يعمل اي اكل في مصر يقول لنا، واحنا دكتور طبيب عادي. دكتور طبيب اي حاجه، اي حد احنا جاهزين. المفروض دكتور مهندس. احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ ميه سخنه. اه هنسخن عندي هنا ميه يعني مولعه. لا ده دي سخنه بزياده. الليله دي انا مستنيها بقى. عندنا احنا ايه دلوقتي؟ هنرص اللازانيا، فمحتاجين بايركس تمام، حاجه تخش الفرن، صينيه، اي نوع صينيه يعني، بس لازم تكون بتخش الفرن. وعندنا الاثنين دول، دي عشان هندي بيها ودي هنقفش بيها بتاع، ان دي فيها ميه مولعه تمام. ليه بحط ميه؟ يعني بخلي اللازانيا تطرى، بس خلي بالكم ما بتتسلقش، عشان لو اتسلقت بتلزق في ميه، بتلزق في ميه وهتبوظ. يجي بقى يقول لك بقى ايه، شفت اللازانيا اللي انت حطيتها؟ هي دي لازم تتاكل. لا 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 لا. ممكن بقى هنا انا عندي حته زبده كده مش مجمده تمام. كل شغلنا هيبقى دلوقتي ندرس نعمل ليرز. في ناس بتعمل بشاميل ينفع، اللي هو هيبقى زبده ودقيق ولبن، وهنقعد نضرب على النار لحد ما يبقى يتقل معانا، وبنحط له برده ايه ملح وفلفل وجوز الطيب. او نجيب كيس جاهز ونحطه. ده لو مثلا واحد عايز ينحت ماله. انا نفسي بحب الجاهز، لو طعمه حلو هيبقى حلو برضه. بس قصدي اللي اقصده في النهايه كل دي كله صح، بس انا بجيب كريمه الطبخ. كريمه الطبخ اي نوع؟ ها اي نوع يعجبك، دي بتعجبني وبحط على طول وانا شغال. علقني بيه امان عليك تفضل هنا جنبي. هنحط بقى ايه شويه كريمه كده دايركت من العلبه. اخش يا باشا على طول من البحر الى المائده. كده احنا ايه عملنا دور، هناخد شويه ايه جبنه بارميزان. كده احنا ايه عملنا لسنا اول صف وش. خش بقى على الوش الايه اللي بعده، اللي بعدي، وهكذا. لون عينيك حبيبي مش ناسيها من زمان، وعيني دايبة فيها. لون عينيك حبيبي مش ناسيها من زمان، وعيني دايبة فيها. فيك حاجات حبيبي دوخوني، مش بنام ليالي سهروني. كده احنا قفلنا الايه؟ قفلنا اللازانيا. اللازانيا هنروح قافلينها بايه بقى؟ بكريمه تاني. هنحط كريمه بقى بقلب بقى. كريمه هنا كتير شويه. يا عم براحتك بقى، الوش بتاعك بقى. يا حبيبي ازاي انساك وانا عامل ايه وياك؟ يا حبيبي ازاي انساك؟ ما تسيبش حاجه. هتتبسطوا. فاحنا احنا بقى بس عندي عندي بس اضافه واحده. اتفضل. بس هو كريم هيعملها اهو. اه والله العظيم بيقرا افكاري اقسم بالله. يا باشا عيب. حاجه بقى من انا دي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ملح؟ آه فلفل اسود. فلفل اسود. واحدة كده بس. ده كده بس كده. دي من عندك دي فعلا. دي ميسة كده. واحدة بس تدوق بس. احنا حطينا اللازانيا في الفرن 25 دقيقة النار من تحت. يعني مش الشواية. الفرن نفسه. تمام. وفي الاخر 5 دقايق بنولع عليها اللي فوق بس، اللي هو الشوايه بس، عشان الوش يحمر وتبقى تعمل معانا الطبقه اللذيذه دي. هي لذيذه الصراحه. اخيرا مش مصدق عيني ان انت من ايدي. ودي يا جماعه لازانيا كريم محسن الشهيره. عندنا بقى هنا احنا معاك، ما تقلقش علينا. ده بقى يدينا كده ايه ريحه دي وشكل حلو كده. هي دي ها؟ لا لا انا هديك كذا واحده. ده ريحان يا جماعه. روح قلبي انت حته من قلبي، حتى وانت مش جنبي انا روحي معاك.
ثانيه كريم سقف الاستاذ كريم يا ابني بجد. اتمنى ان انا اكون عملت حاجه لطيفه. هو احنا لسه ما ذقناش يعني بس شكلها وريحه يعني عالميه. انا مبسوط جدا. الناس هتتبسط قوي والله, وهتاكلوا حاجه والله هتدعوا لي حاجه اوستيك صدقني. الله عليك. والوصفه دي انا كنت ناوي يعني اكمرها عشان اللي هو بيع بس ما تغلاش على شوح عشان خاطركم حبيبي يا كبير. ده نسيبها تهدى بس عشان افنى قطع. انا مش عارف اقطع دلوقتي طبعا خالص. لازم تهدى عشان القطعه تطلع مظبوط. لو عملت كده تطلع معاك بليله. انا مش هتكلم عن نفسي ولا كبر فيا, انا جاي لك بس عشان امسي على عيونك دي. انا مش هتكلم عن نفسي ولا كبر فيا, انا جاي لك بس عشان امسي على يا حرف دوق والله علم للبست مشجر. بتاكل اللازانيا بتتاكل مش بتتزلت هي على طول بتتزلت. انا فاكر ولا والكريمه مدياك في عظمه التخانه. اه والله العظيم في عظمه. ده حلو الف لا فا بص هي قريبه جدا من بتاعه المطعم. ما هي دي الفكره بقى ان انت عايز تاكلها انا معلش ممكن سكينه بس شبه انت مستعجل على ايه؟ انت مش ما نجيب سكينه ثانيه يا جماعه. الانتاج فين يا جماعه بعد اذنك؟ طبعا احنا مش عارفين نقول لك ايه ولا نشكرك منين ولا يعني الموضوع. ركز ركز بنقفل الفيديو بس اخر حته بس. طيب هي ماشي حروقه دي ها. شايفين نقول لك يا كريم والله عظيم والله ولا اي حاجه. اول حاجه شكرا على الاستضافه يا باشا. انا دورك. انت نورتوني وشرفتوني وانا بحبكم انت عارف ازاي. واحنا عملنا حاجه برضو انا حققت امنيه من امنياتي ان انا ابقى شيف لمده يوم. واحلى يوم ايه؟ واحلى شيف والله يا عم. مش يوم يعني ما بقى بتتشاير بقى. بس لا قصدي يعني ان انا اقف بقى واعمل اكل بقى وبتاع يا باشا. دي حاجه على طول بقى قدامي كده بس ببقى مغني. من حظنا الحلو يعني مواهب مدفونه. فانا عندي شويه مواهب كده. انا لو غنيت مش عايز اقول لك انا لو غنيت الاساس يتكسر هيحصل مشاكل كتير. يا باشا تسلم ايدك وشكرا على الاستضافه الجميله دي. ونشوف نقول لك ايه. والله حبيبي نورتوني والله. انتوا الحبايب حبيبي صراحه ما تطلبوش حبيبي. شيروا بقى الفيديو بقى ويعني ها اقفل اقفل يا حنف. استنى بس عشان ايه كلفتنا كام الاكله دي يا حنف يوم ان انت ماسك الميزانيات؟ عايز بيتك كام بقى؟ هي ما كلمتنيش حاجه يا اخي. الف هنا الله يهنيك. لو عجبك الفيديو اعمل شير للفيديو ولايك للبيج. ولو عملوا الوصفه لو سمحت يقولوا ان هم عملوه. على الكومنتات يا جماعه اللي يعمل الوصفه ديت يصورها وينزل يبعتها في الكومنتات على طول. ولو عجبك الفيديو اعمل شير للفيديو ولايك للبيت سبسكرايب على اليوتيوب فعل الجرس عشان نفسي بقالي كتير ما قلتهاش. شفت كمل كمل الناس مش غرب خلاص بقوا عارفينك يعني. طيب فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وسي فيرست على الفيسبوك عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تتابعنا على انستغرام اتشوحت. ونزلوا الابلكيشن دلوقتي بتاعنا اسمه شوحه موجود على الاب ستور وجوجل بلاي. عليه كل الفيديوهات وعليه الاغاني اللي احنا بنستخدمها في الحلقات. ايه ده ايه ده برافو عليك شاطر جدا. وما تنسوش يا جماعه فولو عند كريم. والناس بقى اللي بتتفرج من صفحه كريم يعملوا لنا احنا فولو يعني. يعني تبادل يعني فولورز حبيبي كريم. تسلم يا كبير حبايب قد الله يخليك. انتوا بتسلموا ليه طيب؟ سلم على الراجل والله بجد. بتسلموا ليه ما احنا هناكل؟ لا خلاص يا طبعا انا مش فاهم. ما تطلبهاش اي فكره شوفها ببلاش مش هتدفع ولا فيزا ولا كاش. كل يوم جديد من شوحة ما تطلبهاش ده اكيد.